الهدف من هاي الورقة مقارنة حول كيفية إعداد الكيان الصهيوني لرؤيتهم الاقتصادية وطريقة إعداد الخطة والأسلوب الشفافية والدقة مقارنة بما حدث في البحرين مثلا حول رؤية 2030 اللي استخدمت كعلاقات عامة. يعني مثل ما أخ علي يعني حتى البلديات حتى في بعض الجهات كانوا يسوون مسابقات رياضية وكانوا يحطون شعار بأن هذه تجسيد وتنفيذ للرؤية الاقتصادية. الرؤية الاقتصادية البحرينية عدد صفحات الكتيب الصغير في حدود 24-25 صفحة، في حين رؤية الكيان الصهيوني 18 مجلد، كل مجلد في حدود 400 صفحة. تطبيقات الرؤية في الاستراتيجيات اللي عرضت فيما بعد مثل الاستراتيجية الوطنية الاقتصادية والاستراتيجية الوطنية للشباب لم تنفذ ولا محور من التحديات. يعني الاستراتيجية الاقتصادية فيها أربع تحديات إلى الآن موجودة: زيادة الفائض المالي، الاعتماد على العمالة البحرينية، استقطاب مزيد من الاستثمارات، إلى الآن هذه كلها ما طبقت. السياسة الاستراتيجية، استراتيجية الشباب، مطلوب في الاستراتيجية تكوين وزارة خاصة للشباب، صندوق لإنماء الشباب، صندوق لدعم الشباب، إلى الآن كل هالقضايا لم تتحقق. لذلك أنا أعتقد بأن مفيد لمن يريد أن يصيغ استراتيجيات أو رؤى اقتصادية طويلة المدى بأن تعتمد على مجموعة من يعني المعايير. المعايير هني كلها موجودة في، للأسف موجودة في خطة الكيان الصهيوني، في خيارات، في سيناريوهات، وكلها تقترب تقريبا بعضها من الرؤية أو من احتياجات البحرين. يعني مثلا الاستراتيجية الصهيونية والخطة الصهيونية كشفت بأن هناك في قيود يجب مراعاته ونحن نصيغ استراتيجية طويلة المدى. مثلا قيد محدودية الأراضي، هذه تقريبا قيد موجود في البحرين. المحيط، خطورة المحيط، المحيط العربي والمحيط الإقليمي، أزمة المياه عندهم، أزمة الطاقة، المساعدات الخارجية، الحماية الخارجية، كل هذه قيود في خطة الكيان الصهيوني وضعوا لها سيناريوهات، في حين أن هاي القيود موجودة عندنا ولكن ما في سيناريوهات. الخطة بدأت سنة 1995 باجتماع حوالي 250 خبير لاستشراف مستقبل الكيان الصهيوني لربع قرن، أي حتى عام 2020. اشترك في إعداد الخطة تقريبا كل الوزارات، مو مجلس تنمية بس، داخلية، البناء والإسكان، المالية، البيئة، المواصلات، معاهم أيضا اشتركوا معظم الكليات، كلية الهندسة المدنية، نقابة المهندسين، مخططي المدن، ممثلي الوكالات، صناديق اللي عندهم، بالإضافة الذي اشتركوا جامعات عالمية من الدنمارك، من ألمانيا، من أوروبا، من اليابان. اعتمد الخط المخطط، وضع المخطط، يعني مو مثل رؤيتنا أو استراتيجياتنا كلها نظريات. وضع المخطط مسارات، إن في حالة الكيان الصهيوني في حالة أجواء السلام هل الخطة بتنجح ولا لا، أو إن في حالة حرب شلون نقدر ننجح الخطة. مسار الثاني، أي نموذج اقتصادي ناجح ممكن يستفيد الكيان من هذا النموذج، وهذا أيضا يعني مهم لأي مشروع وطني.
وطبعا المسار الثالث مسار خاص فيهم اللي هو دورهم في التجمعات اليهودية في العالم. حصيلة مخططهم إصدار 18 مجلد مثل ما قلنا. أول مجلد أمن إسرائيل، وهذا لم ينشر إلا على النخبة محدودة، وبعدين باقي المجلدات. في مجلد 400 صفحة بس كيف عملنا الخطة. بعدين الكتاب الثالث صورة المستقبل، ما المطلوب من هذا الكيان والاحتمالات، هاي كتاب رابع، إسرائيل في أجواء السلام، إسرائيل في مصاف الدول الصناعية، وإلى آخر من هذه 18 كتاب. شنو بديلنا الاجتماعي، شنو بديلنا البيئي، شلون نقدر نسوي قطاع، ننجح قطاع المواصلات والاتصالات وإلى آخر. المخطط وضع ان وضع اربعة سيناريوهات، ان اذا وضع الكيان الصهيوني كما هو كيف نستطيع ان ننفذ الخطة. وضع سيناريو ثاني لكل قطاع من قطاعات الاقتصادية ان ما نقدر ننفذ الخطة. وضعوا سيناريو ثالث متفائلين ان الخطة بتنجح 100%، ووضعوا السيناريو الأخير بأن الأكثر احتمالية من وجه نظر المخططين. يعني معناه حاطين سيناريوهات الاحتمال الفشل أو النجاح. المخطط يعتمد على عمودين، الأرض والناس. بالنسبة للأرض، وزعوا الأرض على مساحات مستعملة مستثمرة عسكرية. الكتلة العمرانية قسموها إلى 9 مناطق، 3 منها مدينية، مدن ذو كثافة سكانية، أقل كثافة وخالية نسبيا من السكان. بعد ما وضعوا هذه الخطة طلعوا بنتائج، وهذه كلها موجودة بأرقام، بأن لسنة 2020 كم نسبة السكان لكل مساحة، وين نتجه، إيش قد علاقته بالاستثمار، علاقته بالزراعة، بالمياه، بالصناعة، كل احتماليات موجودة في كل قطاع. هذه المنهجيات يعني في رسوم، في بيانات، في خرائط، أرقام، وبالتالي ماشيين عدل، مو رؤية 24 صفحة وكلام نظري. يعني طبعا هم عندهم بعض الخصوصيات، ان هم يعني بالنسبة للناس ان حاطين في اعتبارهم المهاجرون الجدد، الليبيون، المستوطنين، اللاجئين، عرب اسرائيل، عرب الاراضي المحتلة والدولة الفلسطينية. لكن في جزئية في هالمنهجية انا لما قريتها اكتشفت ان ممكن الاستفادة من المنهجية ذي في موضوع زيادة السكان بالبحرين أو زيادة المهاجرين وأيضا المجنسين، يعني إذا بيدخلونهم يعطون شفافية في ذي. حطوا سيناريو بأن هذا المخطط سيواجه من قبل معارضات المحيطة العربية أو من قبل المعارضات الداخلية وقوى الضغط. كيف نستطيع أن ننجح الخطة بسيناريوهات في حالة وجود معارضة أو عدم وجود معارضة. ونفس الشيء هنا، يعني الرؤية الاقتصادية والاستراتيجيات في قوى الضغط ما تريد مثلا إنجاح أو لا تريد تحقيق الأهداف الاجتماعية مثلا. استفادة الكيان الصهيوني بأن قالوا في بداية المخطط هل نمشي باتجاه الدول الأسيوية، سنغافورة وهونغ كونغ وذلين، أو الأوروبي أو المسار الأمريكي أو المسار الياباني. ودرسوا يمكن أكثر من شهرين أي مسار نتجه، وبعدين بعد دراسات معينة وصلوا بأن المسار اللي يجب أن نسير عليه المسار الأوروبي الغربي، وأن الكيان متأخر عن هذا المسار مدة 10 سنوات، وبالتالي يجب سرعة القفز للوصول
إلى هذا الموضوع. الأسلوب التخطيط قام بوضع 20 بديل لكل قطاع. قطاع التعليم شلون نقدر نوصل للمستوى في سنة 2020؟ 20 بديل. بعدين اختصروا من 20 سووا 12 بديل لكل مجال من مجالات الاقتصاد. والهدف حاطينه ان احنا هدفنا الرفاه الشخصي والقيم الاجتماعيه كاهداف عليا للمجتمع، والتقدم التكنولوجي والتطوير الاقتصادي وسائل للوصول الى هذه الاهداف. شلون وصلوا للنجاح الخطه؟ الخطه على فكره ترى من 2010 الى الان 2014 في حدود 70% من المخطط نفذ، ما عدا الجانب الامني والعسكري اللي في ارباك عندهم امام يعني بعض المقاومات العربيه. المخطط بدا في المرحله الف بعقد ورش عمل عصف ذهني، بس مجرد عصف ذهني. في المرحلة باء ورش فكرية لوضع السيناريوهات وتقييم. في المرحلة جيم ورشة عمل دولية بس حول موضوع التخطيط الوطني، شلون نقدر نحط الخطة. وبعدين بدأوا يضعون السياسات وأوراق عمل معارضة للخطة. تعالوا يا خبراء احنا هاي خطتنا، نبيكم تردون على هاي الخطة، يعني ان اي احتمال في نقاط الضعف ممكن. الخطه في كل مرحله من المراحل كانت تعرض على كل الدوائر الحكوميه، كل الهيئات، ما كان في احد حق الفيتو. مثل ما تفضل الاخ علي، لا تناقشون دراسات واستراتيجيات مجلس التنميه، الكل يدافع عن رايه بطرق الاقناع. وأيضا قدم المخطط للرأي العام، وزعوا سيديات، حطوا في المواقع الإلكترونية، وهذه اللي أدى إلى أن مركز دراسات الوحدة العربية تحصل على المخطط 18 مجلد ويترجمونه، لأن شاكرين للعلاقة اللي ما يعرف اللغة الإنجليزية يقدر يطلع على بعد ما انتهوا من كل هذه، اعتبر المخطط ملزم لأي حكومة أو أي حزب حاكم، ولا يحق لأي حزب يمسك الحكم أن يلغي أو يغير المخطط، لأن داخل المخطط في سيناريوهات التعديل وأي مفاجآت. وبالتالي أنتم يا الجهاز التنفيذي وحتى الجهاز التشريعي مو من حقكم تتدخلون في تخريب المخطط. مشكورين.